السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على عوار، وين ليون وين يقترح على حسام عوار شرط جديد مقابل بقائه في ليون. احنا المهم يجي يلعب في ليكيب ناسيون، يلعب في ليون، يلعب من الله يسهل عليه. قعدت الناس قال لك بلي نوتنغهام، قلنا لكم بلي نوتنغهام مكاش، كريستال بالاس مكاش، هي كانت كاينه روما. الحقيقه اللي كانت كاينه روما وكاين بيتيس، هذو زوج كانوا كاينين. الا مكاش هذو زوج مكاش، ما عندهاش. الا كاش حاجه خرجت ايكيب جديده ولا بالك، هذه حاجه وحده اخرى. هذه معلومات راني نعطيكم، معلومات مؤكده. هي لحد هذا الساعه ما كانت ايكيب زادت اتصلت به. هي كاين مورينيو اللي يضبط معه اتصال مباشر، وكاين بيتيس. بصح مورينيو قضيه تاع دراهم، برك قضيه تاع دراهم، هذه تاع النادي تاعو دراهم وكلش. وبيتيس فاليك يعني ما طاوش مطالب حقيقيه لليوم. نوتنغهام كان كلام، كريستال بالاس كان كلام، هذه باش يكون في علمكم، راني نعطيكم في حقائق. مكاش اللي يجي يغلطكم، مكاش اللي يجي يغلطكم. من هذا الوقت، هذا الوقت اللي راني نهضر فيه، غدوه عشيه مغرب الليل، منا ما تجيبش تعرف، بالك يكون تدخل نادي اخر، خاطش ما بقاش بالك يكون تدخل نادي اخر، هذه حاجه وخداخر. ويبدو ان مستقبل حسام عوار لعاب وسط ليون الفرنسي قد يشهد مفاجاه مدويه خلال فتره انتقالات الصيفيه الحاليه، وانكشف موقع اولمبيك ليون المقرب من اسوار نادي فرنسي ليوني مقرب من اسوار نادي الفرنسي، عن ان وضعيه حسام عوار قد تغيرت قبل غلق انتقالات الصيفيه في اوروبا، من خلال فتح الباب لاستمراره مع ليون الفريق الذي تكون فيه، ولكن بشرط واضح، يعني الموافق للموقع الفرنسي بان برناو سيرو المدير الرياضي لنادي نادي ليون قد أعلم متوسط ميدان صاحب الأصول الجزائرية بأنه قادر على بقاء مع الفريق الفرنسي مقابل تجديد عقده إلى ما بعد 2023. هي كيما كاش على الباقي، شحال راه باقي وتكمل الكونترا تاعو، شحال باقي له هو تكمل الكونترا تاعو، ينيغوسي باللعاب بطاقة لعاب حر، يعني حتى تكمل الكونترا تاعو في جونفي صاي، كي تدخل كيما نقولوا حنايا المرحله الانتقالات الشتويه، فما تكمل الكونترا تاعو، بصح ما يروحش حتى يكمل الكونترا تاعو، بصح يبقى لعاب حر. واش عاد باقي له كيما هكا سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر، باقي له 5 شهور، قادر ما يسنيش، يقعد ما يسنيش، راه يتريني راه منا، وراه عنده وين عنده كي يكون لعاب حر يعني، ولعاب معروف عنده كما يقول لك بزاف لي شوا تاعه. هذه هي. وياتي موقف ليون الجديد بسبب عدم نجاحها في تسويق حسام عوار تجاه نوتنغهام وكريستال بالاس، والذين لم يقدم مقترحات ماليه المطلوبه من طرف الفرنسي، يعني ويتخوف جون ميشيل اوليس رئيس ليون من رحيل عوار مجانا في صيف 2023، وهو الذي تم الاعتماد عليه في أول مباريات فريقه خلال الموسم الحالي قبل أن يخرج من حسابات المدرب بيترو بسبب تعرضه للإصابة. ويترقب الجميع في الجزائر معصير متوسط ميدان البالغ من العمر 24 عام، خاصة أن بالماضي مدرب الخضر يعول على اللعاب لتدعيم صفوف محاربي الصحراء بداية من فترة التوقف الدولي القادم لشهر سبتمبر الداخل، وينتظر أن يلتقي المنتخب الوطني وديا خلال شهر مقبل مع كل من غينيا ونيجيريا على أرضية الملعب وهران الجديد بملعب الهدف الميلود، ربي يرحمه.
على ذلك نقولوا بلي ودي اليوم وين المنتخب اللعاب هذا نتمنى ان شاء الله بربي. شوف هو مازال شحال باقي، باقي 4 ايام وقيله، باقي 4 ايام وينتهي السوق، هي تنجم اخر لحظه تعاود تولي لوطان غام، تعاود تولي بيتيس في اخر لحظه، خاطر الى ما سنياش هو غادي هو ما سني مازالش الكونطرا تاعو، هو اوليس غايشوف بلي في جونفي يكمل معاه، غايشوف بلي في جونفي غادي يكمل معاه. حسام عوار راه داير حسابه، هو الى راه داير حسابه بلي 2023 جونفي 2023 يعني تنتهي، ينتهي العقد تاعه، بصح يكمل، بس يكون على بالكم هو يكمل، يكمل تتكمل الكونترا تاعو في الصيف 30 جوان 2023 30 جوان تكمل الكونترا تاعو، بصح يبقى لاعب حر يدخل في جونفي قادر ينيغوسي مع اي نادي، وراه يلعب في ليو وراه ينيغوسي مع اي نادي، يعطي كيما دار باك تعقلوا عليه هذا، ونعطيكم حاجه كاين اللي ما على بالوش يخرج يبدا يكذب فيك، ديك خطره مي هدرتها خرجوا ولاو يكذبوا فينا. غير مثال كيسموه ماندي مي ما بغاش يجدد، مشي في مارس عنو على فيا ريال وكمل، كمل الكونترا تاعو، كي كمل الكونترا تاعو انتقل للنادي العام اللي فات الموسم الماضي انتقل لفيا ريال، هذه هي. وكي تكمل صاي كي تدخل 2023 راه لاعب حر، بصح يكمل الكونترا تاعو العقد تاعو يكمله، هذه باش يكون على بالكم برك، خاطر كاين ناس بزاف يخرج يكذبك، بصح ماشي هو ماشي عارف يكذب، باغي غلط هو غلط يبغي يغلطك. انا نقولوا بلي في جونفي تكمل، هو راه هو عوار كيما قال يشوف بلي عنده 5 شهور اوليس على راه يصير باش يبيعه، باش يعاود له كونترا عام وحده اخر 2024 2025، يحوس يشده عامين وحده اخرى باش يبيعه، اوليس مشي يعشق فيه باش يبيعه، باش يبيعه ولا يحوس يزيد له الكونترا باش يبيعه مغارض، يبدا من دروك يبدا ينيغوسي له ويشوف منه وكلش، خاطر الوقت ضيق صايق ما بقاش بقى على الاقل 4 ايام وتكمل يكمل المرحله الانتقاليه تاع اللاعبين. هيا من بعد تدخل جونفي يدخل يولي هو يتقلش، عوار يتقلش كي يدخل جونفي برومي جونفي عوار يولي يتقلش، هذه باش يكون على بالكم، هو يتقلش على النادي وينيغوسي مع انديه في غرضه، ينيغوسي يجيب انديه ينيغوسي معاهم كيما يبغي هو. ان شاء الله انا نشوف شنو نقولوا اي لاعب اللي يجي للجزائر مرحبا به، وان شاء الله يلعب في نادي وندعمه رانا معاه برك، هذا ما كان يجيبوه روحوا هضروا معاهم جيبوه. وكما نقولوا حنايا المدرب قال بلي انا اللي ما يلعبش في النادي تاعو ما غاديش نجيبه، بصح عوار عدلي حاله خاصه جيبهم، عوار وعدلي حاله خاصه تنجم تجيبهم، هذه اللي نقولوها تنجم تجيبهم هذوك حاله خاصه. وانت المرض راه عندك في الميليوتيرا، انت بالماضي راه عندك المرض في الميليوتيرا، والله وتجيب هذو زوج تحطهم وتحط موراهم يسوقهم بالناصر تولي الحقران، تولي تحقر الغاشي نورمال، انا نقول لك تولي تحقر الغاشي نورمال، وانت تعرف باللي لو كان يجيك غير عوار يحل لك مشاكل كبار في الميليوتيرا، يحل لك مشاكل كبار في الميليوتيرا، على حساب ما نتبع، انا كنت نتبع مليح عوار نتفرج عليه بزاف، ولا هو يلعب وانا نشوف نتخيله باللي في ليكيب ناسيونال، لي الناس ما فهموش حنا نقولوا نجيبوا عوار، الناس ولا يقولك لا هذو يكرهوا ليكيب ناسيونال، ضروك هذو الناس اللي كانوا يقولك باللي ما خاصناش، خرجوا ديروا دي فيديو قولوا ما خاصناش عوار، ما خاصناش اي تمر، اي كونوا رجال، شتي رجال كي تهدر، رجال كي يقولك باللي هذوك اللعابه نجيبوهم يجو، بصح نتوما اللي كنتو تقولوا ما يجوش خرجوا اليوم وكملوا في الرجوليه تاعكم قولوا بلي ما يجوش، ماشي يلعبها كيما ذاك بولحية يلعبها في طوي يدخل يولي يشكر في عوار، يضمك عوار في تونار نوتنهام يبدي بالله فمك، بالله فمك، ولا ذاك الكلب هذاك هذاك بو جروه هذاك، قال لهم لا حنايا كنا باغينهم يجوا بصح يعني شيطان في بنادم. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير، بارطاجونا لي فيديو تاعنا،
باش كل يوم معكم جديد ان شاء الله بربي، وربي يحفظكم صحيتكم.